ذاتها. إذن هذه المظاهرات أمام المحكمة الوطنية في هذه اللحظات، وهناك أيضا تصريحات في هذه اللحظات لمحامية إحدى المحامين للجمعيات، جمعيات حقوق الإنسان التي رفعت الدعوى ضد إبراهيم غالي وضد جبهة البوليساريو للانتهاكات ضد حقوق الإنسان. إذن جلسة الاستماع في المحكمة الإسبانية جرت عند 10 صباح اليوم، وبدأت بقضية تتعلق بشاب إسباني الجنسية، هو شاب صحراوي يحمل الجنسية الإسبانية، ورفع دعوى ضد إبراهيم غالي شخصيا. هناك العديد من الدعاوى المرفوعة ضده لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. هذا الرجل وهو من عائلة بريكا، هو منشق عن جبهة البوليساريو، ورفع دعاوى تتعلق إذن بانتهاكات حقوقية وتعذيب واعتقال تعسفي. وإضافة إلى هذه الدعوى التي استمعت إليها المحكمة الإسبانية، هناك دعاوى أخرى تتعلق بجمعيات لحقوق الإنسان أيضا مرفوعة ضد جبهة البوليساريو وضد غالي منذ سنوات. الجديد أن الرجل الذي كان دخل إلى إسبانيا في أبريل الماضي بجواز سفر مزور، وثائق مزورة، واسم مستعار، وإسبانيا لم تتحدث عن وجوده على أراضيها بداية. هو وصل إلى مطار سرقسطة في شمالي البلاد، ومن ثم توجه إلى مدينة لوغرونيو، هناك يقيم في مستشفى بعد إصابته بكورونا، وهو الذي يعاني من السرطان. المغرب غضب لأنه لم يتم إبلاغه بذلك، بل علم هذه التفاصيل من الإعلام، وبالتالي هذا ما فجر قضية بين البلدين. ولكن إسبانيا تتذرع بأن الموضوع لا يعدو كونه قضية إنسانية، والآن تحولت القضية إلى ثقة، قضية ثقة بين الجانبين، كما قال وزير الخارجية المغربي وبيان للخارجية المغربية شديد اللهجة أمس. وكان هناك رد من بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، الذي بداية حديثه قال بأن المملكة المغربية هي شريك استراتيجي بالنسبة للمغرب، شريك استراتيجي هام جدا بالنسبة للمغرب، وبأن إسبانيا أيضا هي حليف استراتيجي للمغرب في الاتحاد الأوروبي، وكأنه كان يحاول التهدئة. ومن ثم تحدث عن قضية الهجرة وقال بأنه لا يجب استخدامها في العلاقات الدولية. عزة، إذا ما كانت هذه المحاكمة طبعا مستمرة، تم إثبات هذه الأدلة، كيف ستؤثر على النظرة الإسبانية، ربما نظرة الاتحاد الأوروبي إلى مسألة البوليساريو ك يعني جبهة انفصالية موجودة في الصحراء المغربية؟ تؤثر بشكل كبير ماجد، لأن القضايا المرفوعة هي قضايا يندى لها الجبين، يعني قضايا اغتصاب، قضايا تهجير قسري، قضايا اختفاء قسري وعنف، ولذلك مجرد طرح هذه القضية أمام القضاء الإسباني هو خطوة هامة جدا، لأنه في البداية كانت هذه القضايا تطوى، لأنه من غير الذي كان يحدث في الفترة الماضية بأنه لم يكن هناك تعاون من الجانب الجزائري مع المحاكم الإسبانية، التي طلبت أكثر من مرة خطوات قانونية بحق الرجل وبحق الدعاوى المرفوعة ضد البوليساريو، ولكن على اعتبار أنه لم يكن هناك رد من الجانب الجزائري، وعلى اعتبار بأن الرجل يحمل جواز دبلوماسي جزائري، وعلى اعتبار
باعتبار أنه لم يكن على الأراضي الإسبانية، أو على الأقل لم يكن هناك أي إثبات أنه على الأراضي الإسبانية. هذه الدعوات ذهبت أدراج الرياح، ولكنها عادت اليوم مع التأكيد على أن الرجل هو بالفعل على الأراضي الإسبانية. هذا ما فجرته وسائل الإعلام بداية، وربما لفت الأنظار الموكب الكبير الذي خرج من سرقسطة، وهي التي وصلها إبراهيم غالي في أفريل بالطائرة القادمة من الجزائر، طائرة رئاسية طبية، ومن ثم الموكب، موكب السيارات الكبير الذي توجه إلى لوغرونيو وحيث المشفى الذي يعالج به. هذا لفت الأنظار، والسلطات الإسبانية كانت مجبرة بعد ذلك على الاعتراف بوجود الرجل على أراضيها، علما أنه دخل بوثائق مزورة ودخل باسم مستعار مزور، ولم يكن هناك تأكيد بداية من السلطات الإسبانية. ولكن اليوم الرجل أدلى بتصريحات إلى هذه المحكمة الهامة جدا هنا في مدريد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، عبر الفيديو، وذلك من المستشفى حيث تجري معالجته. ولكن هي خطوة مهمة جدا على الصعيد القضائي، خاصة أن هناك أيضا تصريحات نقلت عنه يقول من خلالها بأنه سيتعاون مع القضاء الإسباني، وهو ما يوحي بأن هناك خطوات أخرى ربما ستكون ضد إبراهيم غالي هنا في إسبانيا، خطوات قضائية أو ضد عناصر أخرى وقيادات في جبهة البوليساريو.